اللي بيعجبني امام عاشور. اسامه ابو علي بحب ستايل لعبه كهداف وبيفنش كويس قدام الجون. اكتر واحد بيعجبني في فريق الاهلي امام عاشور. اكتر واحد بحبه في لعيبه الاهلي محمد مجدي قفشه. اكتر واحد بيعجبني اسامه ابو علي. اكتر واحد بيعجبني امام عاشور. اكتر واحد بيعجبني قفشه. اكتر واحد بيعجبني في فريق الاهلي كابتن امام عاشور. اكتر واحد بيعجبني في فريق الاهلي اسامه ابو علي. ان شاء الله هيقدم ماتش حلو وهيكسب ان شاء الله 3-0 ان شاء الله. توقعاتي ان شاء الله النادي الاهلي هيفوز وهيسجل اهداف كتيره. 2-0 ان شاء الله. هيكسب 2-0 ان شاء الله. هيأدي اداء حلو وهنكسب ان شاء الله. ان شاء الله نكسب بكره و يعني متوقع ان نكسب يعني ان شاء الله. ان شاء الله الاهلي هيكسب 2-0. الاهلي هيكسب سيراميكا 2-0. الاهلي ان شاء الله هيكسب 2-0. هيكسب 2-0. هنكسب ان شاء الله سيراميكا وهنعمل اداء حلو. هنكسب 2-0 ان شاء الله. اللي هيسجل ان شاء الله حسين الشحات وامام عاشور. اللي هيسجل لجوان اسامه ابو علي وامام عاشور وهنكسب ان شاء الله. اسامه ابو علي ان شاء الله وامام عاشور. اللي هيسجل الاهلي امام عاشور. انا شايف ان هيسجل في ماتش الاهلي اسامه ابو علي وامام عاشور. احس امام عاشور ممكن يسجل واسامه ابو علي هيجيب سجل الجونين. اسامه ابو علي هيجيب جونين. اسامه ابو علي هيجيب جون وامام عاشور هيجيب جون. اللي هيسجل اهداف رام ربيعه واسامه ابو علي. اسامه ابو علي وقفشه وامام عاشور. امام عاشور اللي هيسجل الجون الاول والثاني وسام.